بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سنختم الحديث عن رسم الهمزة المتوسطة. رسم الهمزة المتوسطة وكنا قد عرفنا في دروس سابقة أن الهمزة المتوسطة إما أن ترسم على ياء وإما أن ترسم على واو وإما أن ترسم على ألف واما ان ترسم مفردة على السطر. في هذا الدرس ان شاء الله تعالى ساتناول معكم قضيه اخرى وهو ان هناك كلمات تأتي فيها الهمزه على الف بهذا الشكل ثم يأتي بعدها الف بهذا الشكل. واذا وجد اذا وجدت هذه الصوره فان الحكم هو ان نلغي هذه الصوره ونضع مكانها الف ممدوده الف ممدوده لذلك اي الف ممدوده هي عباره عن همزه بعدها ماذا بعدها الف نريد ان نتعرف على هذه الامثله لنعرف ان حقيقه كل مد في اي كلمه هو عباره عن همزه وبعدها الف وبعدها الف وبالمثال يتضح الكلام ان شاء الله تعالى لاحظوا معي سامه سامه سآمة لاحظوا معي أن السين مفتوح وبعدها همزة مفتوحة سآ سآ لذلك كان من حقها أن تكتب بهذا الشكل سآمة بهذا الشكل فلما اجتمعت الهمزة مع الألف كتبت الفا ممدوده بهذا الشكل، لاحظوا معي مبدان، لاحظوا معي هذا مثنى، المفرد مبدأ وكتبنا الهمزه على الف لأن ما قبلها مفتوح، مبدأ مبدأ ها. ثم ثنيناها فأتينا بألف ونون، فاجتمعت الهمزه مع الألف لذلك استغني عنهما هم. هذه الصورة دائما يستغنى عنها بهذه الصورة كما ترون، نطبق على كلمة أخرى ضآلة كان من حقها أن تكتب بهذا الشكل ضآلة ها ومآل كان من حقه أن يكتب بهذا الشكل مآل مآل ومآب من حقه أن يكتب بهذا الشكل مآب أن يكتب بهذا الشكل كتبت الهمزة على ألف هنا وهنا وهنا لأنها ظآلة مفتوحة وما قبلها مفتوح، مآب مفتوح وما قبلها مآل، ومآب مفتوح وما قبلها مفتوح، إلا أن الهمزة أتى بعدها ألف أتى بعدها ألف أتى بعدها ألف، فاستبدلنا بهما المدة بهذا الشكل الذي ترونه، أيضا شنآن كان من حقها أن تكتب بهذا الشكل شنآن كآبه كان من حقها ان تكتب بهذا الشكل ملجآن لاحظوا ملجأ ثم اتينا بالالف والنون مرفأ ثم اتينا بالالف والنون كتبت الهمزه على الف حسب القاعده الا انها اجتمعت مع الف بعدها مع الف بعدها مع الف بعدها مع الف بعدها, مع ألف بعدها ولذلك حولناها إلى مدة أرجو ألا يخلط أحد منكم بينما ذكرناه سابقا ألا يخلط أحد بينما ذكرناه سابقا من اجتماع الهمزة مع الألف بصورة أخرى بصورة أخرى لاحظوا معي الفرق بين هذا وبين حديثي السابق عن عباءة مثلا حين قلت لكم ان من حق عباءه ان تكتب بهذا الشكل عباءه وقلت لكم ان الالف هنا حذفت حتى لا يجتمع الفان ونزلت الهمزه على السطر، لاحظوا معي ان الاجتماع هنا الف وبعده همز، في حين ان في درسنا همز وبعده الف، لذلك اذا اجتمع الهمز وبعدها الف فحكمه أن يقلب إلى مد. أما هنا فحكمه أن تحذف هذه الألف وأن تنزل الهمزة على السطر. نكمل آه هذه الأمثلة لنرى مرآة. كان من حق مرآة أن تكتب بهذا الشكل مر مرآة مر آه أن تكتب بهذا الشكل مرآة مرآة لأن الراء ساكنة والهمز مفتوح فمن حقها أن تكتب على الألف بهذا الشكل ثم تأتي الألف بعد ذلك لاحظوا معي كلمة قرآن قرآن أصله أن يكتب بهذا الشكل ما الآن الأصل أن يكتب بهذا الشكل ضم آن الأصل أن يكتب بهذا الشكل مآثر تكتب بهذا الشكل مآكل الأصل أن تكتب بهذا الشكل مآتم تكتب بهذا الشكل مآذن تكتب بهذا الشكل، لماذا؟ لأن عندي الراء هنا ساكنة والهمزة مفتوحة، قرآن ساكن ففتح، ملآن ضم آن، مآثر فتح ففتح، مآكل، مآتم، مآذن، إذا من حق الهمزة في جميع هذه الكلمات حسب القاعدة الضعف والقوة أن تكتب على ألف كما ترون ولكن جاء بعد الهمزة المكتوبة على ألف 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 بهذا الشكل ها جاء بعد الهمزة المكتوبة على ألف ألف والقاعدة تقول في هذه الحالة نستغني عن الهمزة والألف ونضع مكانهما حرف مد كما ترون بهذا الشكل كما ترون في جميع هذه الكلمات لذلك أي مدة هي تعبر عن همزة على ألف وبعدها ألف يتم الاستغناء عن هذين ووضع المد بهذا الشكل نختم بهذه الأمثلة الثلاثة لاحظوا معي مكافآت مكافآت لاحظوا معي مكافآت مفردها مكافأة منشآت مفردها منشآة مفاجآت مفردها مفا مفاجأة وفيها همزة متوسطة كتبت على ألف مكافأة سبب كتابتها على ألف هو أنها مفتوحة وما قبلها مفتوح منشأة مفتوحة وما قبلها مفتوح مفاجأة مفتوحة وما قبلها مفتوح إذا أردنا أن نجمع هذه الكلمات جمع مؤنث سالم جمع بالألف والتاء جمع بالألف والتاء فإننا سنحذف هذه التاء سنحذف هذه التاء لأننا سنجمع سنجمع مثل لو جمعنا أمثل لكم فقط لو جمعنا طالبة طالبة لو أردنا جمعها سنحذف هذه التاء ونقول ماذا طالبات سنفعل الشيء نفسه حذفنا التاء ثم اتينا بما بقي ثم اتينا بالالف والتاء. منشأة حذفنا التاء ثم اتينا بالالف والتاء التي للجمع. مفاجأة كتبنا ما بقي بعد حذف التاء ثم اتينا بالالف والتاء. لاحظوا معي ان الهمزة المكتوبة على الالف اتى بعدها الف بهذا الشكل ولذلك استعظنا عنهما بالمد. استعظنا عنهما بالمد. استعظنا عنهما بالمد، وبهذا نكون قد عرفنا ان الهمزه المتوسطه ترسم على ياء وترسم على واو وترسم على الف وترسم مفرده على السطر وترسم مده، وهو درس اليوم، وعرفنا انها ترسم مده حين تكون الهمزه من حقها ان تكتب على الف، وأتى بعدها ألف فإننا نستعيض عنهما بمده أرجو ألا تخلطوا بين هذه الصورة وبين الصورة الأخرى وهو أن تتقدم الألف وبعدها همزة فالحكم هنا أن نجعلها مد اما الحكم هنا فهو ان نحذف هذه الالف وتصبح الهمزه على السطر كما ذكرنا في درس سابق وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن رسم الهمزه المتوسطه بجميع حالاته ونلتقي ان شاء الله تعالى في درس قادم